مساء الخير. تصريحات نارية لحورية فرغلي. حورية فرغلي على طول بتثير الجدل. تصريح ليها أول مرة تقوله إن باباها ومامتها انفصلوا بعد 48 ساعة من ولادتها، وقالت حورية إن هي من بعد ما اتولدت ب 48 ساعة باباها ومامتها اتخانقوا وانفصلوا عن بعض في الوقت ده، ومامتها سافرت وسابتها، وإنها عاشت مع مرات باباها لحد 7 سنين، وإنها برضو ما كانتش بتعرف تتكلم لحد سن 7 سنين، وده لحد ما رجعت مصر، وإن مامتها ودتها لدكتور تخاطب، واتقال وقتها إن ده من الخوف والرعب اللي كانت مسببه ليها مرات باباها، وإن طفولتها ما كانتش أحسن حاجة، وإن كانت مرات باباها شديدة وكانت بتضربها، وشبهت حياتها بحياة سندريلا، وقالت كمان إن القاضي سأل أخوها وخيره ما بين عيشته مع والدته وعيشته مع والده، وده من بعد ما قررت مامتها ان هي تاخدها هي واخوها، ومن الوقت ده قررت مامتها ان هي تعالجها لانها اصلا ما كانتش بتعرف تتكلم، حتى اول ما ابتدت الكلام كانت بتتهته في الكلام، وان من وقتها ما شافتش باباها لحد ما بقى عمرها 25 سنه، وانها اول ما راحت قعدت عند مامتها وهي عوضتها عن كل الحنان والحب اللي ما كانتش شايفاه في حياتها. وده اخر الخبر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامه.